ازيك يا رشوان؟ على فكرة عنتر، الباشا مبسوط منك قوي وبيبلغك تحياته. ربنا يخليه لينا يا باشا. يا أساتذة، أخباركم إيه؟ العربية وصلت ولا لسه؟ على وصول يا باشا، كلنا منتظرينها. قول لي، الولد اللي سرق العربية ده يعرف إيه اللي جواها؟ ما افتكرش يا باشا، ما جابليش يعني سيرة حاجة زي دي. ما يمكن بيلعبك. تعبني؟ ما أظنش يا باشا. ما فيش حاجة اسمها أظن وما أظنش في الشغل بتاعنا. وأنت شايف إيه يا عدلي بيه؟ أنا شايف إن أنت أول ما تستلموا العربية وتتأكدوا من الحاجة اللي جواها تخلصوا من الولد ده وترموه في أي صبة أسمنة. هو ده عين العقل يا عدلي بيه. بس أنا اديته كلمتي وعدته بالأمان. دي أوامر الباشا الكبير يا عنتر. أوامر الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا ولازم تتنفذ. ولا عايز تكسر أوامر الباشا الكبير؟ لا يا عدلي بيه، احنا كلنا تحت أمر الباشا الكبير. أيوه. حربي وصل يا عنتر بيه. يلا يا بهوات، اتفضل. امال فين التريلا يا سعنتر؟ مش انا قلت لك الواد ده نصاب وهيضحك عليك؟ مساء الخير يا بهوات. التريلا فين يا حربي؟ موجودة يا باشا، موجودة في الحفظ والسوق. هي فين؟ تسلمني فلوس المعلمة انشراح الأول، التريلا تكون عندك هنا في غمضة عين. أنت بتتشرط عليا يا حربي؟ معاش ولا كان اللي اتشرط عليك يا باشا، بس ده كان اتفقنا من الأول يعني، واللي أوله شرط آخره نور. سلمني الفلوس أسلمك التريلا على طول. ها؟ فين الفلوس بقى يا باشا عشان يعني نلحق نمشي على طول؟ فين؟ أيوه عنتر بيه. هات الشيك من رشوان بيه. مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص. رشوان، اديله الشيك يا رشوان. تحت أمر سعادتك. هو عزام بيه معاكم في اللعبة دي؟ خليك في حالك. ومين الجدع المحترم اللي واقف هناك ده؟ ملكش صالح. الشيك عنتر بيه. فلوسك. ولو ان يا باشا كنت افضل يعني ان الفلوس تبقى كاش، بس مش مشكله، مقبوله منك عن تربيه. التريلا فين؟ حالا. نهدى ثانيه واحده والتريلا هيكون قدام عينيك. شفت بقى يا باشا ان حرب المهدي قد كلمته؟ ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني العيب وازح انا. ها؟ هاي السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى يا رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. Thank you.
ما كده يا فالح، هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك، انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده يا عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي، صدقني غصب عني. رشوان بيه، رشوان بيه. ها لقيت الحاجه؟ لا لا. يعني ايه لا؟ لقينا الحديد لكن لا. خالص ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسألك عن البضاعة التانية. البضاعة التانية؟ البضاعة التانية ايه بقى؟ زين هو كان في بضاعة تانية في التريلا؟ بضاعة انا مش عارف، ما اعرفش حاجة عن موضوع البضاعة التانية دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو؟ الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعة فين والا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه أكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ ايه؟ هتموتونا مرتين؟ انت هتتكلم ولا افرغ ده في دماغك؟ لو عملتها يبقى عمرك ما هتشم البضاعه دي تاني. يبقى افرغه في دماغ صاحبك. اتكلم يا حربي، رشوان دي مجنون. اسمع الكلام يا حربي وقول الحاجه فين. اوعى انت يا حربي، الراجل ده مجنون وكده كده هيموتنا، يبقى نموت احنا ويموتوا هما بحسرتهم على البضاعه اللي عمرهم ما يشوفوها من غيرنا. كده حلو، يبقى انت كده جبته لنفسك. رشوان هاتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تأذوهم. ماشي. يلا يا اخويا. يلا حبيبي. يلا يا خفيف اطلع. خش. خش يا حبيبي خش. اسمع يا ابني انت وهو، احنا عارفين البضاعة معاكم، قولوا لنا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما اخليش حد يمسكه بسوق. طب وايه اللي يضمن؟ انا هديكم كلمة شرف. شوف يا باشا، حكاية كلمة شرف دي ما تكون